السلام عليكم. بأحد مشاهد فيلم العار المصري بيسأل الممثل محمود عبد العزيز أخوه بالفيلم نور الشريف باللحظة يلي بيكونوا فيها هن الاثنين عم بيدخنوا الحشيش، هو تدخين الحشيش حلال ولا حرام؟ فبيجاوبه هون الشريف الجواب اللي يمكن كلياتنا بنعرفه ولو على سبيل النكتة، لو كان حلال أدينا بنشربه ولو حرام أدينا بنحرقه. لو أنت شايف أنه هي كانت نكتة بالفيلم فاسمح لي إلك أنه هذا المشهد يعتبر من أهم مشاهد الفيلم وأكثرها عمقا. فكيف ممكن لدكتور حسب الفيلم بالغ عاقل راشد يسأل هيك سؤال جوابه بديهي مثل هذا؟ وليش حتى يسأل أخوه؟ هذا الموقف تجسيد لما يسمى اليوم بالتنافر المعرفي. بس كيف؟ لو حابين تعرفوا أكثر عن هذا الموضوع خليكن معي، أنا عماد الدين وأنتوا عم بتشوفوا فيديو جديد من عماد شو. ايه مفيدو، ايه شفته دغري اول ما نزل قال مسمي لي يا فلوق الولادة، حدا بيعمل عملته؟ وينك؟ ليك بلش الفيديو تبع عماد خليني اشوفه هلا وبرجع بحكي معك. ايه الله معك الله معك. شو كاني سمعت انه في حدا عامل عملة؟ لك لا بس كنت عم قله لمفيد عن هذا اليوتيوبر يلي صور كيف اخذ مرته على المشفى مشان تلات. ايه ومرته ولدت؟ ايه الحمد لله ولدت وش الصبح. ايه الحمد لله على سلامتها، بس انت ما قلت لي ليش متضايق؟ لا مالي متضايق، ليش لاتضايق؟ بس بيستفزوني. مين هدول؟ فيديوهاته. ايه لانه بلا طعمه. يعني انت مدرك انه هاي الفيديوهات بلا طعمه؟ ايه طبعا مدرك. ايه بس انت مو شايف انه في تناقض بين ادراكك وسلوكك؟ شو ها؟ ايه لانه الطبيعي انك ما تشوف ولا تتابع فيديوهات انت شايفها بلا طعمه. ايه لانه من كتر ما بيستفزوني بصير في عندي فضول اني تابعهم. اصبح خليني اقول لك وبكل ثقه انه انت عندك تنافر معرفي. مين ها؟ ايه لا تستغرب يا سيدي خليني اشرح لك. هات لشو؟ قال لك انه بكثير مواقف بيقع الانسان بحاله من التنافر بين ادراكه وسلوكه حول موضوع معين، ولانه هذا الشيء ممكن يرفع له ضغطه ويعمل له تشنج بيدور دماغه بسرعه على حل هي المشكله، وبيعمل نوع من المصالحه بين الادراك والسلوك بحيث انه يزول هذا التنافر. كمان ما فهمت. عندي تعال انا بسط لك اياها. قال لك انه بخمسينيات القرن الماضي كان في جماعه دينيه بامريكا عندها اعتقاد راسخ بيقول انه الارض قريبا رح تتدمر وانه القيامه بدها تقوم. ايه قال لك انه بوقتها سمع فيهم عالم الاجتماع الامريكي ليون فاستينجر، فقال لك انه هي اجت على ايديها وراح انضم هو والمساعد تبعه لهي الجماعة بدعوى انهم مؤمنين مثلهم مشان يشوف كيف بدها تكون ردات فعلهم قبل وبعد النبوة. اي شو كل مرة بيصح له هيك جماعة يدرسها. المهم قال لك انه فعلا باليوم المفروض فيه تتدمر الارض اجتمع المئات بمقر قيادة الجماعة استعدادا لهي اللحظة يلي كان المفروض تكون الساعة 12 بنص الليل. اي وصار شيء؟ طبعا ما صار شيء. وهون بلش يلاحظ فستينجر التوتر اللي بلش يظهر على اعضاء الجماعه خصوصا بعد ما بلشت الدقائق تمشي بعد الساعه 12، لانه قال لك انه هن فعلا كانوا مصدقين انه في كارثه بدها تصير وعدم حدوثها كان صدمه بالنسبه لهم. لا وكانوا بايعين اللي فوقهم واللي تحتهم لاجل هاللحظه هي. ايه خرجوني بيستاهلوا هيك اكيد بيكونوا تربوا. تربوا يا سيدي اذا انت تربيت بيكونوا هن تربوا. شو قصدك؟ قصدي انه هن بعد ما توتروا طلع الادرينالين عندهم اجاهم الكاهن تبعهم وقال لهم ابشروا يا جماعه الخير لاجل هالوجوه السمحه الرب غير رايه وقرر تاجيل تدمير الارض لوقت التاني. على فكرة الوجوه السمحة هي زيادة من عندي. المهم بعد منها الأدرينالين رجع مرة تانية نزل وفعلا ارتاحوا وبوسوا شوارب بعض ورجعوا يمارسوا شعارهم الدينية مثل العادة. لا وعتبك إذا في واحد فيهم راجع حاله بهاي العقيدة أو غير دينه. شو هالحكي؟ يعني هلأ هي الحجة السخيفة نفعت معهم؟ أي بالنسبة إلك سخيفة. لا وقال لك إنه هذا الحكي خطير. أي وخطير كتير كمان. لا يا سيدي وخطير كتير كتير. لا وخطير كتير كتير. لك ايه فهمنا انه خطير وبعدين؟ لك ايه لانه قال لك انه فستينجر كان كتير مروي خصوصا انه هاي الحادثة اكدت نتائج الدراسات اللي كان عم يعملها قبل هلا حول هذا الموضوع، وراح كاتب هذا الحكي بكتابه ناشره عام 1956 تحت اسم عندما تفشل النبوة، وحط فيه تحت اسم التنافر المعرفي اول تصور لنظرية تعتبر من اهم نظريات علم الاجتماع النفسي. ايوه اي وشو بتقول هي النظرية؟ جايك بالحكي. النظرية شو بتقول لك؟ بتقول لك انه هذا الانسان عنده ادراك وعنده سلوك، ولكن في حالة تعارضوا مع بعض هون بصير التنافر مثل ما قلنا قبل شوي، تماما مثل حالتك، يعني انت قصدك انه انا مدرك انه هي الفيديوهات بلا طعمة، ومع هيك مستمر بمتابعتها. هذا هو التنافر شيء؟ بالضبط. اي بس مو لازم اتوتر؟ ليش انت مفكر انه دماغك رح يتركك تتوتر؟ شلون؟ ما فهمت. قال لك انه بمجرد ما يصير هذا التنافر عند الانسان بيستنفر المخ فورا مشان يلاقي له حل ويعمل مصالحه باسرع وقت بين الادراك والسلوك، لانه عدم المؤاخذه للدماغ ما عنده طولة البال اللي عند الدول والسياسيين ومو فاضي لا لمؤتمرات ولا لمقترحات. وهذا الشيء بيشرح لنا يا عالم النفس بول فيتس. فيتس اعترف انه خلال تجربته للالحاد ما بين عمر 18 و38 كان يستخدم مبررات سطحيه وغير منطقيه لك وحتى بدون نزاهه فكريه او اخلاقيه، وكل هالشيء مشان يقضي على حاله التنافر اللي كان عايشه خلال هاي الفتره، وبناء عليه الف كتاب سماه سيكولوجيا الالحاد ونشره عام 1999. ايه وشلون دماغنا بحل هذا التعارض؟ بأرضها بيروح جايب الادراك والسلوك وحاطهم على طاوله واحده وعارض عليهم ثلاث حلول ما في غيرهم، ولازم يختاروا حل بيناتهم، اما انه الادراك بيتغير لصالح السلوك، او انه السلوك بيتغير لصالح الادراك، او انه ببرر السلوك وبيقلل من اهميه الادراك. ايه مفيد، بالله جد؟ من خمس دقائق نزلوا؟ ايه ودخلك شو سمى بعدين؟ لا ماني مهتم،
بس فضول. طيب ماشي خلص، وينك؟ انا بشوفه بس يخلص فيديو عماد. ايه روح الله معك. وعرفت شو اسم ابنه بعدين؟ ايه عرفت، بس من باب الفضول مو اكثر. هلا شو مشان انك لسه على هلا ما شرحت لنا الحلول؟ طيب وحده وحده، وهون خليني ارجعك لفيلم العار اللي بلشنا فيه اول الفيديو. قصه الفيلم باختصار بتحكي عن اب المفروض انه هو مؤمن بيشتغل بمحل العطاره، رح يحط مصاري لا ويتدين فوق منه مشان صفقه مخدرات. الاب بيموت قبل ما تكمل الصفقه، بعد ما يكون عامل وكاله لواحد من اولاده الشباب الثلاثه يلي بيكون اختار انه يكمل بنفس المصلحه. هذا الابن المفروض يكمل الصفقه للاخير مشان يرجع مصاري ابوه مع الارباح ويوزع الورثه بعدين عليه وعلى اخواته. ولكن قبل ما يتم هذا الشيء الموضوع بينكشف عن طريق اخوه الضابط. يا لطيف، شو صعبه؟ شو هاي الصعبه؟ انه الاخ يحبس اخوه. سالني الي ليش، مين قال لك انه حبسه؟ قال لك انه بعد ما عرفوا اخواته الشباب الاثنين حسين فهمي الضابط ومحمود عبد العزيز الطبيب دخلوا بصراع نفسي شديد ما بين انه يكملوا هاي الصفقه للاخير وياخذوا المال اللي هو المفروض انه حرام او لا. ايه وبعدين يا سيدي اختاروا انه يكملوا الصفقه للاخير. ايه وشلون حلوا مشكله هذا الصراع اللي عم تحكي عنه لكان؟ ها هون مثل ما قلت لك الدماغ بتدخل فورا، خصوصا انه هن اختاروا سلوك متعارض تماما مع الادراك، لانه الاول ضابط وشغلته اصلا انه يكافح هيك نوع من التجاره، والثاني طبيب بيعالج الناس اصلا من سمومها. ايه هون كان عندهم خيارين، اما انه يغيروا الادراك ليتوافق مع السلوك وهذا كان صعب جدا، او انه يبرروا السلوك نفسه وهذا هو فعلا اللي اختاروه. وشلون برروه؟ الضابط حاول يقنع اخوه الطبيب انه هن ما لهم ذنب وانه اصلا الصفقه صارت من ورا ظهرهم بدون علمه، وانه اذا في حدا لازم يحمل وزر هالصفقه فهو ابوهم واخوهم، ولانه الطبيب كان لسه عايش حاله الصراع هاي كان عم يدور على جواب يريحه اكثر، لذلك هون رح يسال اخوه نور الشريف السؤال اللي بلشنا فيه اول الفيديو. محمود عبد العزيز كان عم يسال ليحصل على الجواب اللي هو بده اياه لحتى يرتاح، لذلك اختار انه يسال اخوه مو حدا ثاني. طيب تعال اقول لك، مو على اساس الاب كان مؤمن شلون صبطيت معه؟ بيقول لك الكاتب انه اصلا الاب نور الشريف اختاروا طريق اقصر وراحوا مغيرين الادراك ليتوافق مع السلوك، قالوا لك اصلا انه هي تجاره نبات وانه هذا النبات ربنا هو اللي خلقه، يعني باختصار حللوا الحرام. ايوه هيك لك. ايه وانتبه، لانه قال لك انه الانحياز التاكيدي اللي حكينا عنه بالفيديو الماضي هو افضل استراتيجيه للقضاء على هذا التنافر، يعني باختصار نظريه التنافر المعرفي شو بتقلها؟ انه الانسان لحتى يشعر بالرضا عن بعض سلوكياته ومعتقداته بيميل لشيء اسمه عقلنت اللامعقول. ايه عقلنت اللامعقول، وهذا الشيء بيصير معنا بشكل يومي وعفوي وبتفاصيل اصغر، يعني عندك مثلا الشخص المدخن رغم ادراكه لخطوره التدخين مع هيك بيلجأ لتبريرات مثل كلها موتة واحدة او انا انسان عصبي بدون تدخين وغيرها من مبررات ليزيل هذا التنافر بين الادراك والسلوك، او انه يكون الفضول مبرر لمتابعه ومشاهده فيديوهات ما لها طعم. بالنهاية هذا التنافر هو أحد أهم الاختبارات اللي بواجهها الإنسان بحياته، مشان هيك تذكروا الآيات اللي بالقرآن الكريم يلي بتقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ها لقيته، هذا أنتو هو؟ بدي شوف أحزره ليش، بدي أعمل دراسة نفسية عن هاي الظاهرة مو أكثر. عن إذنكم بالنهاية إن شاء الله كنت وفقت بالتقدير. لو عجبك الفيديو لا تنسى انه تضغط لنا على زر الاعجاب وتعمل له مشاركه، ولا تنسى كمان انه تكتب لنا رايك فيه تحت بالتعليقات، ولو انت جديد على القناه لا تنسى انك تشترك وتفعل جرس التنبيهات مشان تجيك اشعارات بالفيديوهات. كان معكم اخوكم عماد والسلام عليكم.